ان المرأة هي نص المجتمع، يعني اذا ما كانتش ثلاث ارباعه، والست او السيدة المصرية او المرأة عامة بشكل عام عليها عامل مهم جدا وعامل عظيم جدا في كل حاجة وفي قدرتها ان هي تتحمل المسؤولية. عشان كده النهاردة دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بتتوجه لمحافظة البحيرة لعقد اللقاء الاقليمي الاول في اطار الحملة اللي اطلقها المجلس تحت عنوان صوتك لمصر بكرة، واللي بيستهدف محافظات الاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وايضا كفر الشيخ. هتحضر اللقاء المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعدد كبير من السيدات من مختلف المحافظات. وبتستهدف الحملة حث السيدات على المشاركة بإيجابية والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات لبناء الوطن.